السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم حبيباتي غادي نقدم لكم الملوزه مفنده في السكر كلاصي. نتمنى تروق الاعجاب ديالكم. شنو عندنا في لي زانغريديون؟ عندنا 300 غرام تاع اللوز مطحون، هنا طحنته بالسكر. 300 غرام ديال اللوز طحنت فيه 150 غرام ديال السكر. عندي بيضه وحده، عندي جوج معالق صغار ديال الكونفيتور، عندي قشره الحامضه، عندي واحد الزان هذه ديال نكهه البرتقال، انا كتعجبني اللوزه تكون منكهه. عندي خماره ونص، وعندي سكر كلاصي فين غنفندو الملوزه ديالنا. ها انتم معايا حبيباتي. اذا غادي نبداو في الخدمه ديال الحلوى ديالنا. الان غادي نضيف له قشرة الحامضة كاملة وغادي نضيف له الكوفيتير كاملا. بقاو على العدا البنات. ايوا وجدتو شي لبيسه العيد، وجدتو شي قفيطنات، وجدتو شي والله بحالي الخدمه للدار، الخدمه للدار. شكون اللي سالا؟ لا انا وجدت جلابه. الجلابه اللي غنمشي بها نبارك. ودابا البنات بردات لنا مزيان العقده ديالنا، نشفات، خليتها نص ساعه في الثلاجه. درت شويه ديال الماء زهر هنايا كندهن به يدي، وكنرمي الكويرات ديالي في السكر كلاصي. انا البنات كنزيد ندكنهم مزيان بالسكر كلاصي. وانتم شوفوا كي كندير، كنبدا نهز السكر كلاصي وكنبرك عليه باش يقبط فيها كلها، وكنبرك عليها غير شويه هكا بصبعي، كنحطها عاود ناخذ الثانيه. كندير البنات ما كنديرش يعني عبار واحد، كنديرو صافي. كيديروا عبار واحد كيوزنوها، كيكونوا يبيعوها، اللي كيبيع لي كوموند كيدير لي كوموند. يعني ماشي كتصاوبي للدار ديالك، الدار ديالك كيما درتي لها في الماء في العبار هو هذاك. كتجي مزيونه البنات، كترطق داك السكر، كيعطيها واحد منظر زوين. سكر كلاصي كيعطيها منظر زوين. كنبرك عليها غير شويه كنبرك عليها من الفوق صافي. كنثبت فيها السكر كلاصي مزيان وكنحطها. وهكذا البنات حتى نسى لي كل شيء. ومن بعد كيطيب غنوريها لكم البنات كي جات. هانتوما معايا. وهاي حبيباتي من بعد ما طابت لنا الملوزه ديالنا اللي مفنده في السكر، شوفوا البنات كي جات غزاله. غادي نجرب معكم وحده. هانتوما هشيشه 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 كتحمق البنات. شوف هانتوما هشيشه بزاف. المهم كنتمنى ان تروق لنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوناو معنا وديروا لايك. والف مرحبا بالناس اللي يدخلوا عندنا جدادين. نتمنى نعجبوهم انا والاخت ديالي، وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد. والله يجعل هذا العيد من ماد الحباب والصحاب وكل واحد اللي عنده معزه في قلبنا. يلا حبيباتي خليتكم على خير وبخير، تنوريكم عاوتاني الملوزه اللي مفنده في اللوز ومداري عليها النباج، كتجي غزاله غزاله غزاله. مهم الى اللقاء، الى الفيديو القادم. هيا حبيباتي ما تنساوش راني سلسله معكم في الحلويات.